أهلا بكم. لم يتمكن أتلتيكو مدريد من الحفاظ على تقدمه أمام ضيفه برشلونة وخرج متعادلا بهدف لمثله في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، لتستمر عقدة المدرب دييغو سيميوني في بحثه عن الفوز الأول ضد البلاوغرانا. ملعب جديد وعزيمة متجددة أمام الكاتالان، حتى راية الجماهير تشكلت بألوان العلم الإسباني وألوان أتلتيكو مدريد. ما هو سياسي دون شك كان طاغيا في المدرجات، وعلى أرض الملعب سلام بين إنيستا الذي مدد عقده مدى الحياة وأغابي صمام أمان الروخي بلانكوس. دون مقدمات الزئبقي ليونيل ميسي يختبر دفاع الأتلتي والكرة تمر بسلام. الفرنسي أنطوان غريزمان رد على ميسي بمحاولة استكشافية للحصون الكتالونية. الفرنسي عاد في واحدة أخرى سقط فيها دفاع برشلونة بسهولة لولا تدخل الألماني تيرشيغن. تشولو سيميوني دفع لاعبيه للمزيد، فكانت الزيادة من رجل ساول نيجيث بطريقة رائعة مانحا الأفضلية للروخي بلانكوس. هدف جعل فالفيردي مدرب الكاتالان لا يقدر على الوقوف. أما سواريز فظل غائبا على غير عادته. الشوط الأول انتهى وفي يد سيميوني مفاتيح الفوز الأول على برشلونة في الدوري في انتظار ما سيأتي به الشوط الثاني. انطلاقة الشوط الثاني كانت مدريدية، وغريزمان كان قريبا من إضافة الهدف الثاني. الأوروغواياني لويس سواريز يظهر في الصور، ويان أوبلاك كان بالمرصد. ليونيل ميسي فعل كل شيء للتعديل، وركلته الثابتة أعلن أمامها قائم مرمى أتلتيكو مدريد العصيان. سواريز يعود لممارسة هوايته المفضلة معدلا النتيجة للكاتالان ليسكت بذلك ملعب واندا ميتروبوليتانو، مكرسا عقدة تشولو مع برشلونة في بحثه عن أول انتصار.